يروح فيها. كريزمان وتسجيل هدف الأول في هذا اللقاء، لكن النهاية لم تكن بالشكل المطلوب. بوتراجينيو تدخل سيء في اللقطة الماضية يستحق عليه البطاقة الصفراء. تلعب ناحية ناتاني، توقيت جيد لاعتراض الكرة، تمريرة حاسمة، الخطورة قائمة، لكن راية مرفوعة والتسلل موجود هنا. ألفونسو ديفيز تحاول رمي التماس، ألفونسو ديفيز، الكرة الآن مع الفريق الآخر. قد نشاهد فرصة في هذه، قد نشاهد بطاقة صفراء على هذه اللقطة. يا رب على هذه اللقطة. يستهدف اللاعب من جديد، والآن يبحث فريق أرسنال عن طريق العودة. مزيد هدف آخر يوسعون فيه الفارق في ظرف دقائق بسيطة. لم ينتهي الاحتفال الأول إلا بالاحتفال الثاني. فرصة خطيرة الآن، ينتهي الحارس ويتصدى. ضغط عالي في هذه اللقطة، ألفونسو ديفيز، وهنا يفقد فريق بوندرز الكرة. انطلاقة هجومية من جانب أرسنال، الله على التألق، شوف البراعة، شوف النجاح في التصدي. الحكم يضيف دقيقة واحدة قبل الغاية. بريستو ستوشكوف تنطلق الصافرة الآن وعلينا تلعب نهائي. الشوط الثاني من المباراة، شوط يحتاج فيه فريق أرسنال إلى معجزة من أجل العودة وقدم الأوضاع في هذه المباراة. لاعب يمكن تدخل خاطئ هنا في رأيي. يتقدم بالكرة باتجاه المرمى، لكن تتقدم
إلى أرنولد. اعتراض ناجح هنا بهذه اللقطة. فرصة لهجوم مرتد في هذه اللحظات. خليت. والضغط يتواصل. Thank you.
تصل على نهايه اللقاء. تدخل رائع عندما سحب الطرف. تنفس الصعداء، هدف الاطمئنان، هدف اقتراب تحقيق الانتصار. تنطلق فكرة في هذه المباراة وينجح الزوار في تحقيق الانتصار. فوز يعبر عن قوة الفريق ليس فقط كرويا لكن ذهنيا ايضا. هذا الامر يجعله يعرف كيف يخرج منتصرا في مثل هذه المباريات.